السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوريكم الا جاتكم شي كليانه شعرها رطب وخفيف بحال هاد السيده هادي وبغات دير بروشينغ. المهم الطريقه اللي سهله انكم تخدموه بلا سيباراسيون بلا حتى شي حاجه. كنضربوا غير الجناب ولا نيك مزيان وكنخدموا لي ماشي يكونوا غلاد، ما كنسيباريوش لي ماشي يكونوا رقاق باش يبقى عندها الفوليوم وما يتزيد ما حتى شي حاجه ويصبر ليها مده طويله، لانكم الا سيباريتيو الشعر ماش بار ماش كياخذ سخونيه بزاف ودغيا كيتزيت، يقدر يتزيت ليها في نفس النهار الغد ليه توسخ وتقدر تغسلو. اما الا خدمتو بهذه الطريقه اللي غادي نوريكم دابا ان شاء الله غادي يصبر ليها اطول مده. غادي ناخذوا لابروس وغادي نخدموا هاد الجناب كاملين مزيان. كنضربوا الجناب كاملين لا فرونش ولي كوتي كلشي، هاد الجناب كنخدموهم مزيان كنسرحوهم بهذه الطريقه صافي. كنبداو ديك الساعات نخدموا الشعر، انا نوريكم كيفاش تصاوبوا. دابا غادي نهزوا لا ميش كامله في مره هاك وغنخدموها كلها في مره. علاش؟ حيتاش لا غاسين كما كتشوفوا راهم رطبين اصلا ما خاصهمش سخونيه بزاف، السخونيه كتبغي غير هنا غير في لي بوينت وهاد الفوق اللي غيخبي لكم الوسط. شفتوا دابا هاي الصويبه خفيفه ولا نازل كامل، حيت كاين بعض المرات شي سيدات كتقول لك دغيا تزيت ليا دغيا غسلتو مصبر ليا حتى نهار، لحقاش كيبقى يتسيبارا هكذا ماش بارميش وكيتخدم كامل، اذا كياخذ سخونيه اكثر من طاقته. هاد الطريقه سهله وبسيطه وكتخليه يصبر ليها اكثر. كنمشيو مع الشعر كامل بنفس الطريقه اللي وريتكم بحال اللي كتخدموا توشين.
تعطيوهاش الخدمه بزاف لاغاسين باش ما تنعش بزاف، خاصها تبقى شويه لاغاسين بومبي، تبقى شويه مهزوزه، حيت القدام ما كنبغيوش يكون ناعس بزاف على الوجه. هذه هي النتيجه النهائيه، هو تصاوب في 5 دقائق ما كاملهاش. بالصحه والراحه، وفيديو جاي ان شاء الله نلقاكم على خير وبخير. الله يعاونكم.